إذا كنت مهندس معماري تحديدا، أو إذا كنت حدا بيشتغل في النقابة أو من الشعب المعماري أو عضو في نقابة المهندسين الأردنيين، فأنتوا الاثنين أو أنتوا المجموعتين اليوم بدر منكم خطأ لازم نلتفت أو نلفت لإله، ولازم أنتوا تعرفوا إنه اليوم صار هذا الخطأ وما نصدق إنه ولا واحد من الأطراف غلطان. خلي يكون عندي مشكلة أتليت وزن والله اليوم. للشباب إنه إحنا شايفين في صح وفي غلط. يعطيكم العافية جميعا، المهندس جاسر مهندس معماري، طلعت قبل هيك او طلعت المره الماضيه قبل يومين حكيت انه في عندنا اجتماع او دعوه للاجتماع الهيئه العامه للشعب المعماريه، حكينا انه لازم انك تكون انسان ايجابي وانك انت لازم تروح على النقابه وانك انت تشارك واتليست تحكي رايك، اذا في شيء مش عاجبك ناقش فيه، اذا في شيء بالتقرير السنوي مش عاجبك ناقش فيه. كم واحد منا قرا التقرير السنوي بعد ما حكينا انه هذا التقرير السنوي موجود وانت بتقدر تروح تحاسب الناس اللي بيشتغلوا على سكيدجول، تحكي لهم لا يا عمي هذا صح وهذا غلط، هذا عجبنا وهذا مش عجبنا. اليوم 19/2/2019 يوم الثلاثاء، راح الناس على النقابة من اللي أنا أو اللي حكوا معي وحكوا لي شو اللي صار معهم بالمشوار تبعهم. للأسف الغلط اللي صار من جهة النقابة إنه ما كان في إشي مجهز للاجتماع على حسب رواية الناس اللي حكوا معي. وصلوا النقابة صاروا يتخبطوا مش عارفين وين يروحوا، طلعوا ودوروا على مكان الاجتماع لقوا القاعة مسكرة، لما لقوا القاعة مسكرة حكوا يمكن احنا نكون غلطانين، نطلع بنسأل في النقابة، لما راحوا سألوا في النقابة حكوا لهم انه لا العرف انه اليوم او الدعوة الاولى ما بتتلبى. ليش؟ لانه النصاب القانوني علشان يصير الاجتماع هو 50% بلس واحد، ومستحيل اجتماع هذا العدد من المهندسين المعماريين لانه مسددين لتسي 5 أو 6 آلاف، فانت بدك 3 آلاف او اكثر علشان ينعقد هذا الاجتماع، فبطبيعه الحال ما راح يجي على هذا الاجتماع، والناس بالعاده بتيجي على الاجتماع الثاني اللي هو 26/2، وبهذا الاجتماع بيتم تقرير اقرار التقرير السنوي او اقرار او ضمان او موافقه على التقرير السنوي، وبعد هيك بيمشوا على اللي تقرر ب 26 الشهر. الغلط اللي صار من الجهه الثانيه اللي هم المهندسين اساسا انه انت ليش ما رحت؟ انت اللي قاعد من وراء الفيسبوك وقاعد تحكي انه انا في اشي غلط وانا مش عاجبني وانا بكره بدي اعتصم وانا بدي اروح على النقابه وانا 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 والنقابه مش منيحه والنقابه عاطله والى اخره. يا عم هي النقابه عم تحكي لك تعال احكي لنا ايش الاشي الصح وايش الاشي الغلط اللي انت بدك اياه، وافق وما توافق صوت يا عمي، ايش بدكم اكثر من هيك؟ يا عمي احنا كلنا غلط، النقابه غلط، روح على النقابه احكي لهم في وجههم انتوا جماعه غلط. اللي قاعد انت قاعد تحكي المجلس الحالي اعطل من اللي قبله او المجلس اللي قبله كان اعطل من هلا، ما بعرف شو رايك، لكن روح احكي له في وجهه يا عمي، اعطيه الخلاصه تبعت انت شفت الايفنتس صح وغلط، شفت الاجراءات صح وغلط، مرت سنه على مجلس شفت شو اللي صار او شو الانجازات او شو اللي ما انعمل، روح احكي له هذا اللي صار وهذا الصح وهذا غلط اللي انا شايفه. لكن انه يصير اليوم دعوه للهيئه العامه وما يلبي طلب المهندسين بعد هيك انت بتفقد حقك اصلا في الانتقاد، انت ما اجيت وحكيت لنا انت شو اللي شايفه صح. هلا اللي بدي اعمله اني انا راح ارن على واحد من الناس اللي راحوا على النقابه، راح اساله شو اللي صار معه وهو راح يحكي لنا شو اللي صار معه علشان نعرف ايش اللي صار، لاني مش انا اللي صار معي هذا الموقف. مرحب انا سيدي، كيفك معلم؟ الحمد لله الله يسعدك، كيف صحتك؟ تمام، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام داحلك. شو بتسوي في المطار؟ والله انا مستقبل في صديقي جاي على الأردن وفيش حدا عنده مال، يعطيك فقال لي استنى في المطار يا اخي، كل واحد باجي بستقبل الله وكيلك بسكر باب الطياره بتاكد انه فيش حدا. يلا سيدي مش مشكله. طيب عشان ما اطولش على الفيديو معلم، قاعد بصور فيديو عن النقابه وبدي احكي حكيت فعليا انا اللي صار، بس انا بدنا نسمع منك معلم ايش الاشي اللي صار معك اليوم بالضبط من حد ما طلعت من البيت. انت سمعت الفيديو تبع انه احنا لازم كنا نشارك صح؟ طبعا. وبعد ما سمعته حملت حالك ورحت على النقابة؟ مظبوط. طيب احكي لنا لو سمحت ايش اللي صار معك اليوم. اليوم يا سيدي العزيز انا يعني حطيت في وجدان من الصباح من الساعة الرابعة اني لازم اكون متواجد في نقابة المهندسين. حلو. لا انا اخذت مغادرة من عملي وسحبت حالي، حملت الازمة ووصلنا لنقابة المهندسين. تمام. الان للحظة وصولي لنقابة المهندسين الان انا بعرف كل الاجتماعات بتصير يا من قاعة الرشيد يا من قاعة الزهراء والى اخره. حلو. عند القاعات. يعني انت عارف عارف عن النقابة، انت قبل هيك مشارك بالاشياء اللي في النقابة صح؟ طبعا.
تمام حلو. طيب كمل لي سيدي. شايف؟ المهم دخلت بطلع دور، طلع في القاعة الكبيرة دائما هاي فاضية. حلو. دخلت لجوا القاعة اللي جوا فيها مؤتمر يشي للقدس. حلو. أنا والله بكل فكر إنه المؤتمر الاجتماع الهيئة. حلو. سألت قالوا لي لا مش هون، اسأل فوق. تمام. طلعت فوق اسأل قالوا لي مركز غير إنه يكون سكرتير الهيئة الشعبة. حلو. ورحت عليه. السلام عليكم أخ أحمد جاد، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. تمام. قلت له خل بس بسألك عن اجتماع الهيئة تاع اليوم اللي منعقد. هو بقول لي آه اليوم في اجتماع في القاعة اللي تحت. قلت له صراحة كنت تحت وما في حدا. تمام. قال هو لأنه أول دعوة ما بيجيش حدا. يا أخي عطونا إعلان، عطونا ورقة، أي شيء. طب ليش قال لك ما بيجي حدا على الاجتماع الأول؟ هو قال لي بالعادة. نعم. انه ما بيجي حدا على هذا الاجتماع، هيك متعودين احنا في النقابة، شكله هيك متعودين والله العلي. فانا قلت يمكن انا مخربطي، يمكن انا اكون مثلا في المبنى الغلط. فرحت دورت والله حتى كمان على اللوحات اللي دائما بحطوا عليها الاعلانات تبعي. حلو. ما لقيتش؟ قلت يعني حتى اني الاقي للاجتماع ما لقيتش كمان العلم. هلا اشوف اللي في النقابة، اللي في النقابة بيحكوا انه كان في حدا يسجل الحضور وما حضر غير شخص واحد والمهندس هاني. هلا انت وين شفت حدا بيسجل او شفت انه انت عندك ابيليتي تشوف مكان تسجل حضورك؟ شفت اي مخلوق واقف مثلا على الباب ولا يعني بالعاده بيكونوا على الباب قاعدين، صح ولا لا؟ المفروض دخلت حتى على الباب ما فيش حدا، ما 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 في حدا يعني، ما في ورقه حتى تدل انه والله في اجتماع الهيئه. طب شفت اي حدا من اعضاء الشعبه؟ ما في، ما شفت حدا ولا واحد. شفت انا لاني تواصلت مع الناس على الجروب، ما بعرف اذا شفت، ورد علينا رئيس الشعب المعماريه، ورئيس الشعب كان موجود بس ما بعرف اذا كان جهه القاعه، بس هو كان موجود يعني ربنا الله. هلا الفكره في الموضوع انه انا برضو انا بعرف ان هم 7 اعضاء، هل شفت اي حدا منهم او عرفت انه حدا موجود منهم؟ لا والله صراحه لا. طيب. يعني دخلت ودورت ما لقيتش غير الشاب اللي بقعد تاع السكرتير، وسالته دلني كمان تحت يعني دور، قال لي في القاعات اللي تحت. قلت يمكن انا غلطان ونزلت دورت تحت. طب معلم برايك الغلط على مين؟ الغلط على النقابه ولا على المهندسين اللي برا النقابه؟ والله شوف انا بلوم الجهتين يا اخ جاسم. احنا لو في متابعه من قبلنا كمهندسين كان ما صار. اتوقع انه راح يكون في التنظيم، يعني كان راح يكون في تنظيم وفي زي ما بقولها اعلانات بشكل انه يبين موعد ويحدد المكان بشكل دقيق واوضح من هيك. صحيح. يعني لو انا متابع اول باول بقولهم والله تلاقي النقابه تقول والله هي في المكان الفلاني، لكن قله اللي خلينا نحكي قله السؤال او قله المتابعه راح تولد هيك. طيب يعني هذا الاول شيء الغلط او اللوم اللي على المهندسين اللي برا النقابه، وجوا النقابه شو اللوم اللي عليهم بالضبط؟ اللي جوا النقابه يا سيدي بغض النظر جاك حدا ما جاك ما جاك جهز القاعه يكون في اهتمام في الموضوع. القاعه كانت مسكره صح؟ حط عليها قاعة كان مسكر وبرديل الباب مسكر. هذه قاعة الرشيد صح؟ قاعة الرشيد هي قاعة الزهراء. قاعة الرشيد اللي بتذكرها في واحدة الزهراء وفي الرشيد، الرشيد اللي جوا أتوقع والزهراء اللي على الباب برا اللي الكبيرة هاي. طيب يا سيدي يوم 26 رايح؟ إن شاء الله طبعا. طيب بس بدي منك خدمة. كلمة أخيرة بأخ أخ جاسر بس يعني. خلينا نحكي للملاحظة، أتمنى إحنا يا ريت لو كنا من البداية بنحضر هذه الاجتماعات، لأنه إحنا كنا زي ما بقول غايبين عن الأمور اللي لازم نكون على وعي فيها. حلو. طيب معلم أنا قلة الوعي في هذه الإجراءات صراحة هي اللي دمرتنا. تمام. أنا هذا الفيديو معلم راح أنشره. تمام. راح يطلع صوتك بالفيديو. يعني كنت أتمنى أنك تكون موجود، راح يطلع صوتك بالفيديو. تمام. بس بدي منك أنشره ونادي كل اللي بنعرفهم خذهم معك يوم 26 الشهر، خلي يكون اتليت وزن للشباب انه احنا شايفين في صح وفي غلط. بس بدي لما نروح يوم 26 الشهر معلم يكون الكل عارف شو بده يحكي. بدك تعرف شو بدك تحكي. اقراوا التقرير السنوي، موجود التقرير السنوي منزلينه الشعب محطوط، اقراوا شوفوا شو الارقام موجوده، شو اللي بيعجبكم شو اللي ما بيعجبكم. هل هو تركيزهم في العمل على الشيء اللي احنا بدنا اياه او على الشيء اللي احنا شايفينه انه هو مصلحه المهندس، ولا هم قاعدين بيبذلوا مجهود ومحتاج لشويه اورينتيشن، ولا كل مجهودهم غلط؟ يعني اللي بده يروح يكون اتليست عنده فكره شو بده يحكي. هذا الكلام السليم، هذا اللي لازم يصير. يعني انا تعرف اليوم بقول لك بحكي للشباب بقول لهم يا شباب خلينا نروح،
واحد منهم بيقول لي يا عمي هذا ما بتجيب ليش مصاري، ما بدي اروح يا ابن الحلال، روح اعرف سوي لك حل. بالضبط، خلي كل هذا يعني كل الناس اللي هناك يضمن لك قاعد بحقه، انت بدك في الاخر بتعرف شو حقك بتعرف شو حقه. بالضبط، بدي الكل 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 يقرا اتليست شو وظيفه النقابه، يعني النقابه ايش ايش اللي لازم تسويه النقابه؟ هل هي لازم تعطيني مصاري كمهندس، ولا هي لازم تلاقي لي وظيفه، ولا هي لازم بس تاهلني، ولا هي لازم تنظم المهنه؟ انت كمهندس اقرا، ادخل شوف شوف شو مهام النقابه، واذا مش عارف تسال روح شوف النقيب اقعد معه قول له انا بدي اقعد معك، هو واجبه يقعد معك، احكي لرئيس الشعب انا بدي اقعد معك، واجبه يقعد معك، وعلى الاجتماعات احمل حالك وروح. اكيد طبعا، وانا من اول الناس صدقا يعني هاي الاجتماعات من بعد اليوم، من بعد ما عرفت شو لي وشو علي صدقا صرت ان اقول لا هاي الاجتماعات لو بدي اترك شغلي واطلع لازم احضرها 100%. 100% هذا اللي بدنا اياه من الكل، ان شاء الله يزيد الكل انه يروح بهذا الاتجاه، بغض النظر النقابه صح ولا غلط، بغض النظر انا صح ولا غلط، بدنا كلنا نتشارك انه احنا الغلط الموجود يتعدل. بالضبط. ما تعدل الموجود بنغيره. يعني اذا النقابه اليوم في هاي الدوره ما عجبنا شغلها، الدوره الجايه ما راح ننتخب نفس الاشخاص. يعني ما راح نجيب حدا ونحطه ما يشتغل الشغل اللي المفروض يشتغله، والشغل المفروض يشتغله هو راي الاغلبيه اللي هم اصلا اليوم ما اجوا. نعم كلام سليم. بتعرف يا مهندس جاسر لو الكل بياخذ هاي النقطة بعين الاعتبار انه انا يا عمي مش هدف اني اجي والله اشيل فلان اقول له لا انت غلط، لا يا عمي احنا الهدف انه ننصر اخاك ظالما ومظلوما، ان كان على غلط باجي ببين له يعني انا اقترح عليه بعض الحلول، مش بالشرط اني اجي اقول له لا انت غلط وهذا الصح، بقترح اقتراح. بالضبط، انا بدي اقوم الغلط بغض النظر مين الشخص اللي بده يكون موجود على الكرسي، انا ما بهمني مين الشخص الموجود على الكرسي بقدر ما بهمني انه المكان اللي موجود فيه الكرسي يكون مكان صحي للجميع. ايوه هذا الكلام السليم، لما انا باجي بدخل بحط اللقاء بحط اراء وبحط قاعد هاي الافكار ثق تماما انه راح الامور تتعدل من السيء للاحسن ويصير تنافس على الاحسن مش على الاسوء، لا على الاحسن، هذا هو المطلوب. هذا يا سيدي ان شاء الله يوم 26/2 نشوف شيء مختلف، نشوف شريحه من الشباب موجودين ان شاء الله، وان شاء الله انه يتغير شيء موجود، وان شاء الله ما حدا يحكي فيه شيء مش عاجبني. صديقي انا غلبتك واخرتك على موعدك، جد شكرا كثير، يعطيك الف عافيه حبيبي قلبي. هلا طيب اصدقائي، شفنا شو الشيء اللي صار مع المهندس لما راح على النقابه. هلا اذا حدا بده يحكي صح او غلط، برضه رد رئيس الشعب المعماريه احنا ما بدنا نهمله، لانه رد على الفيسبوك وحط لنا الكتاب اللي موجود اللي مرفق من الناس اللي اخذت حضور الزملاء، وللاسف ما كان غير في شخص واحد هو اللي انحط حضور، وهو ولا اي واحد من الموجودين في النقابه، فما بنقدر نحكي انه هو ما في شفافيه او مصداقيه. شخص واحد من 5000 وشوي، هذا خلل كبير في الناس اللي برا النقابه. عدم جاهزية المكان اللي موجود في القاعة حتى لو انه ما راح يجي عدد، فهذا خلل موجود من جوا النقابة. يوم 26 الشهر راح يكون في اجتماع ثاني، هذا الاجتماع راح يصير سواء باكتمال العدد او باكتمال النصاب او بعدم اكتمال النصاب. لو اجى شخص واحد، هذا الشخص الواحد هو اللي راح يقرر ايش التقرير السنوي او السكجول اللي راح تمشي عليه الشعب المعمارية خلال السنة القادمة. من اليوم اذا انت ما رحتش ما حكيت رأيك، ما لك حق بعد هيك تحاسب حدا. بدنا اياك تروح وتحكي للنقابه انتوا غلط يا عمي، او تروح وتحكي للنقابه انتوا صح، او تروح وتحكي للنقابه انا بدي اشتغل معكم، او بدي احط ايدي في ايدكم. سوي اي شيء يكون في الاتجاه الصحيح. هيك بكون ان شاء الله حكيت كل شيء، او اتليست طلعنا اللي بنفسنا عن الموضوع اللي صار يوم الثلاثاء 19/2/2019. بترجى الجميع انه يوم الثلاثاء الكل يكون موجود، ويا ريت مره ثانيه من نقيب المهندسين ومن رئيس الشعب المعمارية ومن أعضاء الشعب المعمارية والهيئة المركزية والمركز الإعلامي، بدنا إشي أونلاين، وإذا بتبعتوا لنا إشي مسجل بعد ما يخلص الاجتماع، ويكون وضوح الصوت أهم شيء، وضوح الصوت. إحنا عندنا مشكلة بوضوح الصوت في الاجتماعات، يعني ما بنفهم شو قاعد الحكي اللي بينحكى سواء بث لايف أو ما بث لايف، فأرجو إنه يكون الاهتمام بالصوت اللي راح يتسجل عشان الكل يفهم شو الإشي اللي بصير، وافتحوا المجال للجميع بالمشاركة، ويعطيكم ألف عافية.